تاني يعني ايه طلعت كده على الورقه لسه مكتوب احنا عايزين اسئله. طيب الموضوع بسيط جدا يعني يعني البدايه من اول ما اتكلم انا دلوقتي مش برجع لك لا انا بعرفك الاسئله بتيجي ازاي انا مش خلاص بداية ما اول اتكلم اعرف ان اي كلمه بتكلمها هي ده مجال الاسئله جدا. نبدا بالتجربه بتاعت الامباكت اوبجكت. ماشي الامباكت اوبجكت تصادم النفس اللي هي التجربه اللي كنا بنطلق جيت في ميه على سطح فلات وعلى سطح كيرف. بطلب منك بقول لك ارسم لي المحورين الافقي الراسي المحور الافقي بتاع شارب فيو المحور الراسي بتاع الفرش واقول لك ارسم لي الكيرف ما بين الفيو والاف مره لما الجيت يصطدم بسطح فلات ومره لما يصطدم بسطح كيرف. واستفدنا ايه من التجربه دي؟ خلاص؟ حد عايز استفسار اللي انا بقوله؟ اللي عايز استفسار يقول ننقل على تجربة تانية. هو الكلام مكتوب في الامتحان ما هو التجارب بقول لك مكتوبة في الورق اللي انت دي في نفس الاسلوب يعني الورق اللي انت تقراها وتعرف تجاوب ان شاء الله. الامتحان اللي انتوا بعد الفاينل بعد التجربة بتاعت كله موجود في الورق وانا هتكلمكم اقروا الورق قبل ما تيجوا النهارده. ورقه وليد في الاصل يعني. نشوف التجربه بتاعت تحقيق نظريه برنولي معمليه. احنا كنا عايزين نتحقق ان مجموع دقائق جزيئات الماء تظل ثابته اثناء التدفق من نقطه الى اخرى. بختار نقطتين واحسب عند كل نقطه مجموع الطاقات فبلاقي ان مجموع الطاقات هنا بيساوي مجموع الطاقات هنا. الثلاث طاقات يا اولاد اللي موجوده عندي في المعادله اللي هي سقط الورق اللي هي الزد بنقول عليها زد وبعد كده الكايناتيك انرجي او الفيلوستي انرجي اللي هي طاقه الحركه او الطاقه الميكانيكيه بعد كده الاستاتيك انرجي او الثرمال بريشر بيجي تقول لك ازاي بنعين الكايناتيك انرجي عند نقطه معينه. بعينها ازاي ولا لا؟ ان انا بقيس التصرف واقسمه على مساحه المقطع عند النقطه بجيب الايه؟ الفي. الكايناتيك انرجي عباره عن ايه؟ الفي سكوير على الجين خلاص؟ تاني ازاي نحسب الكايناتيك انرجي عند نقطه معينه؟ بقيس التصرف اقسمه على مساحه المقطع عند النقطه جبت الفي في سكوير على 2 جي هي دي الكايناتيك انرجي. طب ازاي البريشر هيد بعينها ازاي عند اي نقطه؟ على طول من الانابيب المانومتريه اللي على الجهاز بقرا ارتفاع الميه عند النقطه دي قد ايه هو ده بيمثل في البريشر خلاص؟ وصولنا كنا دايما نمشي بالمتر كيلو جرام سكت. التصرف الفعلي يا اولاد في جميع التجارب بقول لك بنقيس التصرف ازاي؟ التصرف كنا هو معدل حجم بالنسبه للحجم. بيبقى معايا سكوربوتش وبشوف تدريج الحجم في الجهاز وباخد حجم معين في زمن معين في السكوربوتش اقسم الحجم على الزمن جبت الايه؟ الكيو اكشن دي في كل التجارب. ماذا قلنا؟ بالنسبة للبرنولي اكويشن حد عايز فيها حاجة؟ وشوفنا الأسئلة اللي بتقلها فيها ممكن أقسم لك أنبوبة مختلفة في المطر. بالنسبة للجهاز بتاع برنولي كان عبارة عن أنبوبة كده مفتورة وجاية تكون كده علشان مختلفة في المقطع نتيجة الاختلاف في المقطع والفلو ثابت ولا بتتشارج فبيختلف من نقطة لأخرى الفلوستي والبريشر. عند مساحة المقطع الكبير بيبقى البريشر عالي
خلاص والسرعه بتاعتك. والعكس كل ما مساحه المقطع تصغر بيصغر البريشر ويزيد الايه الريزولوشن. ممكن ارسم لك كده باي بايت جاي الكونتر كده واعمل لك انابيب منوديه عليه واقول لك عايز الضغط فين وفين وفين وفين. شكل الضغط. ماشي يا شباب؟ تمام شغال. التشكيل بقول له تالي عند مساحه المقطع الكبيره تبقى المائع اكبر وينزل ينزل ينزل مع مساحه المقطع. حتى في بعض انابيب بتلاقي ما فيهاش ميه نتيجه ان مساحه المقطع صغيره السرعه بتبقى عاليه جدا. الضغط بيبقى اوطى ما يمكن يحصل سكشن بريشر او نيجاتيف بريشر. ماشي يا شباب؟ خلصنا من التجربتين المختلفين. في بقى ثلاث تجارب اللي هم شبه بعض. الثلاث تجارب اللي بنستخدم فيها حاجه اسمها اجهزه قياس التصرف. التصرف كان عندي يا ولاد يا اما خزان وحط فيه اورفس. نمسك التجربه دي الاول. الاورفس يا ولاد وسيله لقياس التصرف من خلال خزان. ايه التجربه اللي كنت بعملها لما اقول لك الاورفس فيما يستخدم بحفظكم تاني اقول فيما يستخدم الاورفس هو وسيله لقياس التصرف مثلا من خزان ولازم ده الاخر بالفعل. كان عندنا الخزان وفيه مركب فيه اورفس اسفله كده جنب وتتدفق الميه. التجربه كنت ايه تعيين المعاملات الهيدروليكيه المعاملات الهيدروليكيه اللي هي الكوفيشن شارت الكوفيشن اوف فيلوستي الكوفيشن اوف كونتراكشن الكوفيشن اوف ديسبشن اللي هو السي دي. كنت بعينه ازاي يا اولاد؟ بس في الكيو اكشن على الكوتوريت وزي ما قلت لك اجيب لك سيره الكيو اكشن ان انا باستخدام ساعه الايقاف وتدريج الحجم المتكامل. الكيو اكشن اللي هي كانت عباره عن جذر تربيعي ل 2 جي اتش في مساحه الفرق. ادي اهو تمام. بنسيب بعد كده بنخش على السي في الكوفيشن اوف فيلوسيتي اللي هو بيساوي الفي اكتر على الفي فلت. الفي اكتر اللي هي كانت بتساوي ايه؟ جذر تربيع الفي اكس سكوير على 2 واي والفي سوريتا اللي هي جذر تربيع ال 2 جي اتش. باجي اقول لك بقيس الاتش ليه هنا في الغزال عشان اجيب منها الفي اكتر. بجيب الاكس والواي ليه عشان اجيب منها الفي اكشن. برسم لك خزان وعندك الرسمه دي بالورق واقول لك ارسم لي كده حدد لي الاكس والواي والاتش ازاي على وبركز معاك الاتش بقيسها من الليفل بتاع الماء في الخزان فوق لحد السنتر بتاع الاورفس مش البوتوم بتاع الخزان. تاني الاتش بقيسها من الليفل بتاع المائع لحد السنتر بتاع الاورفس مش لقاع الخزان. خلاص يا شباب؟ الكوفيشن اوف كونتراكشن كان هنا هو في جهاز اخر بقيس اليمتر بتاع الكونتراكشن نفسه لكن احنا هنا استسلمنا وقسمنا الكوفيشن اوف ديسشارج على الكوفيشن اوف ديسشارج. ماشي يا شباب؟ يبقى الاورفس فيما تستخدم ما تقوليش بعين السي دي وسيله مقره. معلش يبقى مقره اهو من اول ما تساله بقول له فيما تستخدم الاورفس فيما يستخدم النوتش فيما يستخدم البنشور. اول ما اقول له بعين له السي دي ما بكملش معاه معلش. وعايز اقول لكم حاجه ما حدش بيسقط في المعمل. انتوا كلكم تقريبا يعني الحضور ما شاء الله حتى يعني سويت بعض الناس كان لها اعذار سويت لهم زياده. فتقريبا معظمكم 99% منكم نجح في الغياب 5 من 5 الغياب و5 من 5 في الامتحان اللي هنعمله يعني اللي هيخش يكتب اسمه على الورقه ضمن 6 على 10. فعايزين نتابع ما بين اللي هياخد 6 و7 و8 و9 و10. ماشي يا شباب؟ فما حدش يسال عايزين نتابع اللي هيتخرب في الحته ديت اقول له مع السلامه واخد 6 ومشي. قسم ما تعيين المعاملات الهيدروليكيه لشارب انجن فورمز. تمام يا ولاد؟ قسم التجربه الثانيه اللي هي النوتش.
ايه هي النوتش؟ وسيلة. وسيلة لقياس التصرف في القنوات المكشوفة. طبعا طالما قنوات مكشوفة يبقى ما ينفعش استخدم النوتش بالماء اعجاز غاز. خلاص؟ طيب كنت بعمل ايه للنوتش في المعمل؟ بعين لها الكوبريشن اوبسيت شارت. لان معادلة القياس كل يو اكشن اللي هو عايزها بتساوي سي دي في الكوبريشن. فازاي اعين السي دي اللي هي الكوبريشن اوبسيت شارت لنوتش؟ برضه كنت بعين الكيو اكشن زي ما قلت وبقسمها على الكوبريشن. الكوبريشن كانت دلالة ثوابت اللي هي اذا كان الفي نوتش او يو نوتش. انتوا كنتوا معايا اشتغلتوا على اليو نوتش. اليو نوتش او التريانجلر نوتش اللي هي على شكل مستطيل. التانجل سوري التانجلر نوتش اللي هي على شكل مستطيل بدلال البي نسميها الويتس. خلاص باشمهندس نور في عند جنب الكمبيوتر على الشمال كده في نوتش بلاستيك اسمه كده شمال 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 الكمبيوتر. هي اللي على شكل مستطيل هي الرتانجلر وفي اللي على شكل دي او تريانجلر هي مثلثيه مشتركه. خلاص سواء دي او دي بتختلف عن دي في اللي قلنا في ال دي لها كيوتريكال ودي لها كيوتريكال. الكيوتريكال بتاعت دي بدلاله الويتس يعني المسافه دي بتسميها الويتس اللي هي بتسميها البي عندكم. خلاص بعد كده الميه بتاخد ليفل معين اتش هنا مثلا هنا زي ما لان الميه كلها بتخش كده مش شرط اتش دي ميه بتخش كده تاخد اتش المعادله في المعادله بتاعت الكيميكال بتاعتك. بعدين افكر لكم في المعادله افكر بس من الاسف ده اللي بتساوي 2 على 2 على 3 جاز 2 جي في اتش اس 1.5 في البي جاز. ماشي يا شباب؟ يبقى فيما تستخدم النطق لقياس التصرف لكن في المعمل يبقى عندها السيتا. طبعا في شروط بتاعت النطق بدلاله السيتا اللي هي 8 على 15 جذر 2 جي في اتش اس 2.5 في تان نص الزاويه. خلاص؟ كانت في زميله لكم سالتني بتقول لي طب ايه الفرق اللي بتستخدم دي بدي؟ على فكره في شكل ثالث للنطق اللي هي الفرنسوجيا النطق اللي هي شكل اخر شكل شبه منحرف. قلنا لو جينا نستخدم دي ولقينا ان في دور غمر الاكتاف دي في الحاله دي ما اقدرش اطبق القوانين. خلاص؟ لازم اقصى اتش عندي اللي هي ايه؟ اقصى اتش في النص هنا بس لو غمرتها ما تجيش عندي. الفلو زايد لو استخدم حاجه زي كده واوسع في البي كمان استخدم الترابوزات. بعد كده اخر حاجه اللي هي التدفق في المواسير وازاي اقيس التدفق في المواسير بستخدم حاجه اسمها الميشوريمتر. وطالما تدفق في المواسير يا اولاد يبقى ممكن يكون جاز او لكن. ما هو الميشوريمتر؟ السؤال هو وسيله لقياس التصرف في المواسير. اقول لك ارسم لي الميشوريمتر وحط لي عليه مانومتر. البنشورومتر يا اولاد زي ما انتم عارفين البايب لاين ماشي كده اهو ماشي في النص كده راح معلق البنشورومتر اللي هو عباره عن كون بنسميه ده انفرتر كون هو جاي من قطر الانبوبه وعند الياس الى ان يصل حاجه اسمها الثروتلنج وبعد كده كون تاني من ضيق لاوسع الى ان يبقى ايه لغايه قطر الانبوبه. خلاص كون بعد الروتلين وكون تاني والبايب لاين. بعلق المانومتر ازاي يا ولاد عليه؟ باجي فتحه في البايب لاين نفسه بحط البايب لاين دي تاخد ايه تاني؟ فرع من مليون مانومتر والتاب التاني على الثروتلين.
نتيجة الاختلاف في مساحة المقطع بتاع البايب لاين اللي هو مساحة المقطع أكبر ومساحة المقطع عند السلوك أكتر، فبيحصل إيه تغير إيه في السرعة والضغط. نمسك بالنسبة للضغط، عند كنا اتفقنا عند مساحة المقطع الكبير يبقى الضغط إيه أكبر، وبالتالي ياخد السائل اللي موجود في المنومتر وينزل ويطلع في الفرع الثاني. فبقول لك ارسم لي بنشور ميتر وحط لي عليه يو منومتر وبين لي اذا كنا حاطين زئبق او اي بقى تاني، بين لي الزئبق يبقى تحت فين وفوق فين. ممكن استخدم حاجه بدل البنشور ميتر اللي هي الاورفيس، لان هي نظريه البنشور ميتر ان انا بعمل ضروب في الضغط نتيجه تغيير مساحه المقطع بتاع البايبلاين، وقلنا نتيجه الضروب في الضغط ده هيعمل لي ايه؟ نقطتين مختلفتين اقدر اترجم الضغط دوت على المنومتر واخد الدلتا اتش ديت اللي هي فرق ما بين سطح القياس واحطها في اليوزر، والثوابت الثانيه اللي هي الديامتر بتاع البايب لاين والديامتر بتاع الثروتلنج والوزن النوعي للماده المتدفقه والوزن النوعي للماده اللي ايه في المنومتر. طبعا الوزن النوعي الشروط اللي هي الواجبه في السائل الموجود في المنومتر يجب ان يكون الوزن النوعي اعلى من الوزن النوعي للماده المتدفقه. خلاص؟ واذا كانت الماده المتدفقه سائل ما يصحش ان الماده الموجوده في المنومتر ان هي تندمج معاه. خلاص؟ ما تفضلش معاه. وما تكونش تعلق بالمانومتر يعني. يعني ما تحطليش حبر يبقى مسود الدنيا بحيث لو طلعت ونزلت ما تعرفش هو طلع ونزل فين. وما تحطليش حاجه تندمج مع حبر مثلا او اي حاجه صبغه سداح مداح بقى لون الفلور زي لون الايه؟ الماء الزائد في المنومتر. خلاص؟ ولما يكون حته للمعلومه يعني لما يكون الفلو جاز يستحسن ان انا ببعد عن الزئبق، لان الزئبق الوزن النوعي بتاعه عالي قوي اللي هو 13.6 وميه 1 جرام للسنتي متر مكعب. ففي الحاله دي مع الهواء مش هيعلي معايا كتير خصوصا ده المنظر ده، فيستحسن استخدم ايه؟ ماء ميه ماشي اوكي، وفي مواعي اخرى ثانيه برضه ايه تكون اخف. ده بالنسبه لي. طيب قلنا نرجع تاني، ينفع اشيل البنزول واحط حاجه؟ قلنا الايه؟ البلاد والشمس. الا ان بيستحسن البنزول مثله انه بيعمل لي ايه؟ جراديويشن في الضغط، ما بيعمليش الايه؟ السادن كونتراكشن ده. لان زي ما احنا قلنا كون فبيدرج لي الحاجه، ما بيحصلش السادن كونتراكشن. الاورفيس بتعمل السادن كونتراكشن الاضرار بتاعته بتظهر لي فين؟ لو المائع سرعته عاليه جدا فبيحصل نتيجه الحمل المفاجئ دول يا ولاد بيعمل دروب شديد في الضغط، والدروب الشديد ده بيتبعه ايه؟ بيحصل عمليه كونتريشن للمائع تبخر مع وجود بابلز. البابلز دي بتاكل في الانتقال بتاع البايب لاين وتعمل حاجه اسمها الايه بقى؟ تنقير اللي هي الكافيتيشن. سمعت عن الكافيتيشن؟ ماشي يا شباب؟ تاني اقول الحته ديت؟ طب مش عايزك تقول لي بس اللي هي ايه ميزه البنسوري ميتر عن البليد كورس؟ تقول ان البنسوري بيعمل لي تدريج في الحاله ما بيعملش الحاله. ماشي يا شباب؟ اي استفسار؟ طيب نحب الامتحان يكون امتى ان شاء الله؟ مساء الجاي؟ طيب نبدا مع بعض. الامتحان اللي بيقولي ماشي.